شروع في سحب استدعاءات اجتياز هذين الامتحانيين امتحانين يعني امتحان شهادة التعليم المتوسط وامتحان شهادة البكالوريا. بالنسبة لامتحان شهادة التعليم المتوسط سيتم الشروع في سحب يعني يقدر المترشحين يشرعوا باش يديروا الاستدعاء تاعهم ابتداء من يوم الأحد 5 ماي المقبل إن شاء الله، فيما سيشرع أبناؤنا وبناتنا المترشحون المترشحات لامتحان شهادة البكالوريا دور 2024 ابتداء من يوم الخميس 9 ماي 2024. بالنسبة للمتمدرسين سحب هذه الاستدعاءات يتم عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، يتم كذلك على مستوى المؤسسة إن رغبوا في ذلك.